رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين، صباح الخير لكم. المحطة هلأ مع الأبراج، البداية بتكون مع الحمل. اليوم عنيف بالتعامل مع الآخرين، ردود فعله سريعة وبين هلالين أحيانا سلبية، لازم تروق أعصابك وتحاول تهدي شوي لتقطع النهار بالتي هي أحسن. إلى الثور حنون وهيك ملهوف على الجميع، واليوم عندك لقاء مسائي قد يكون جميل جدا وقد يتكلل بالنجاح، فما تخلي هاللقاء يمرق مرور الكرام. الجوزاء مكانك راوح، لا تقدم يسكر بالنسبة للعمل، ما عليها الفترة رح يكون في بعض الثغرات أو بعض العواقب، ولكن بترجع بتنفرج من أول وجديد، تحلى بالصبر شوي تتمرق هالفترة المفصلية. سرطان ناوي يغير بمجال عمله، ونحن دايما بنقول لازم نكسر حدود الروتين القاسي والمدمر، لانه الروتين بياكل من الانسان. اليوم مفروض تكسر هالروتين بافكار جديده ممكن انت تطلع فيها او حدا من الموجودين معك بالعمل، وقد تتكلل بالنجاح، ما تخاف. الاسد الحلو فيه ضميره حي وقادر يحفظ كل شخص شو عمل معه بالحياة، وقادر يعطي لكل صاحب حق حقه. أنت اليوم متميز ورح تكون طاير من الفرح، لأنه رح تسمع خبرية رح تنفرج أساريرك. العذراء حلو، حلو المعشر وحلو طبيعته وطريقته بالكلام، ما بيأذي بالكلام، ما بيجرح حدا. ونحن دايما بنقول جرح العملية بيطيب، ولكن جرح الكلمة عمره ما بيطيب، فأنت اليوم اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وما بتحاول تجرح حدا. الميزان بيقولوا الصديق وقت الضيق، فأنت وقت الضيق وحليل المشاكل وقادر اليوم تساعد شخص هالقد مقرب لإلك. بتتمتع بالنضوج الفكري وبتتمتع بالإرادة القوية وقادر فعلا تساعد مثل ما بيقولوا من كل قلب ورب. العقرب سرعة البديهة عندك لافتة، سريع البديهة لدرجة ممكن تخلص الآخرين وحالك من مواقف محرجة جدا. أهم شيء اليوم تكون هيك سلس بالتعاطي وما تبرم كتير وتلف مثل ما بتعمل دايما. يلي بدك تقوله قوله. القوس ناطر إشارة وبعدها بيتصرف. القوس مر عليه يومين كانوا مش ولا بد، كان هيك في شوية إرباك أو تلبك، اليوم رح يرجع يرتاح من أول وجديد ويرجع يحضر حاله لرحلة الحياة يلي رح تخبيله أكثر من مفاجأة. وإلى الجدي صباح الخير، تفائل بالخير لتشوف الخير قدامك. اليوم هيدي دعوتنا لألك أيها الجدي الصاخب اليوم يلي ما بيتحمل كلمة. اليوم بدنا نتفائل بالخير وبدنا نروق على وضعنا لنقدر نتابع بوتيرة تصاعدية. الدلو صباح الخير، مقدم على الأمور الجديدة، في عندك أمور جديدة رح تبلش تلمسها تباعا. أكيد خلينا نتفق أنه الأشياء ما بتصير بكبسة زر، وخلينا نتفق ما بدنا نغامر ونوصل إلى حدود التهور. بدنا شو الظرف الموجود قدامنا بدنا نحاول ندرسه ونحقق فيه مضامين ونشوف شو بنعمل كنتيجة. ومنوصل إلى الحوت، ودود ومقرب من القلوب وقادر اليوم يكون سيد نفسه سيد كلمته، يلي بده يقوله بيقوله دون أي خوف أو ريبة، عنده ثقة بالنفس. برافو. واليوم كمان عندك لقاء حلو، ما تخلي هاللقاء يمرق، أو عرض صغير ما تخلي هالعرض يمرق هيك مرور الكرام، لأنه ممكن هيدا العرض صغير يكون أهم من 100 عرض كبير. نوصل لمولود اليوم، منقدم بقية ورد لكل الأشخاص يلي خلقوا بمثل هنهار. مولود اليوم بيحترم الناس، بيحترم حاله. الحلو بشخصيته أنه عفوي، لا منه متصنع، لا يلجأ إلى أساليب التصنع، هو إنسان عفوي بيضبط أمور بشخصيته، بيشتغل عليها شوي شوي. ميال إلى الحياة الطبيعية، بحب البحر، بحب الطبيعة، حتى الأشخاص بحبوا يتعاملوا معه بطريقة بسيطة دون تكلف، مميز بطبعه وبأسلوبه بالحياة. تحيتنا لكل مواليد اليوم، ينعاد عليكم يا رب. ختامة روني، روني فرنسي من أصل لاتيني وبيعني التي ولدت مرة أخرى. إذا روني فرنسي من أصل لاتيني. روني ديناميكية حركي، بتعرف كيف بدها تدور زوايا الطاولة، دايما متجددة من برا ومن جوا، أهدافها كبيرة وتمنياتها أكبر. تتقن روني فن الحوار، مولعة بكل أنواع الفنون، مضمونة شفاف، بداخلها في طفل صغير. إذا عرفت تحبها تملكها بريئة، والماضي بيعني لها كتير. تحياتنا لكل روني عم بتبعنا. هذا كل شيء أصدقائنا المشاهدين ضمن برج اليوم، بتمنى لكم بقية نهار سعيد ولطيف، وإلى اللقاء.